بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام. عن الدية: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، الشج الجرح في الرأس والوجه خاصة يقال شج، وهي عشرون: الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، هذه تسمى الحارصة. ثم البازلة الدامعة الدامية الدامعة الذي تسيل الدم، وهي التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي الغائضة في اللحم. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة، يعني ينظر كم ينقص من العبد بهذا الجرح. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فهذه الخمس لا تقدير فيها بل حكومة، يعني ينظر كم ينقص من قيمة العبد بسبب هذا الجرح. هذا المذهب وفاقاً للأئمة الثلاثة رحمهم الله. ومعنى الحكومة وكيفيتها وقد وضحها المصنف، فتدبر ما قاله. قال: وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة، أيديتها خمسة من الإبل. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشه، وفيها عشرة أبعرة أي عشرة من الإبل. ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشبه وتنقل عظامه، وفيها خمسة عشر من الإبل أيديتها. قال المعلق: دليلنا عموم حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: وفي الموضحة خمس من الإبل. وروى الخمسة رحمهم الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل. تنبيه على الصحيح من المذهب أن موضحة المرأة كالرجل، فقال في الإنصاف: وحد الموضحة ما أفضى إلى عظم ولو بقدر إبرة. قوله: ثم الهاشمة وفيها عشرة أبعرة أي الدية عشرة من الإبل. دليل ذلك أنه روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قوله: وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وفي المغني رحمه الله: ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير فيها. ثم قال المنقلة لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه وجاء فيه: وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل. وبهذا القول قال الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله. قوله: في كل واحدة من المأمومة والجائفة ثلث الدية. المأمومة الضربة التي في الرأس، والجائفة الطعن الذي في الجسد ثلث الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية، كما في حديث عمرو بن حزم
رضي الله عنه، والمأمومة هي أم الدماغ عن الضربة التي في الرأس. قال النضر بن شميل: أم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ، سميت بذلك لأنها تحوط الدماغ وتجمعه. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أهل العراق يقولون الأمة، وأهل الحجاز المأمومة. قلت: وسميت مأمومة باسم ما وصلت إليه، وهي خريطة الدماغ. وأما الجائفة فقال في الشرح الكبير رحمه الله: ولا نعلم في جراح البدن الخالية عن قطع الأعضاء وكسر العظام مقدرًا غير الجائفة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن مالكًا وأبا حنيفة والشافعي والبتي رحمهم الله وأصحابهم اتفقوا على أن الجائفة لا تكون إلا في الجوف، أي الطعنة التي في الجوف. وقال ابن القاسم رحمه الله: الجائفة ما أفضى إلى الجوف ولو بغرز إبرة. قال: وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف. وجاء في سنن ابن ماجة رحمه الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا قود، أي لا قصاص في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. وفي إسناده رشدين بن سعد، ضعفه جماعة ووثقه آخرون. قال: وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. هذا المذهب. وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله في ذلك حكومة، يعني يقدر أن هذا عبد كم نقص بسبب هذا الجرح. دليلنا ما روى سعيد بن منصور والبيهقي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل أي ببعير، وفي الضلع بجمل أي ببعير. قال: وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيمًا بعيران، دية ذلك من اثنين من الإبل. قوله في كسر الذراع هذا المذهب. وقال الثلاثة رحمهم الله في ذلك حكومة، أن يقدر أن هذا عبد كم نقص بسبب هذا الجرح. دليلنا ما رواه سعيد ابن منصور رحمه الله: حدثنا هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندين ففيهما أربعة من الإبل. ورواه أيضًا من طريق آخر مثل ذلك. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد، نقدر أنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به بعد الجرح قد برئت، فما نقص من القيمة فله نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدًا سليمًا 60، وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. بهذا قال جمهور العلماء رحمهم الله، ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله:
قوله فلا يبلغ بها المقدر هذا المذهب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. فإن كانت الحكومة في الشجاج التي دون الموضحة كالسمحاق لم يبلغ أرض الموضحة، وإن كانت في أصبع لم يبلغ بها الأصبع، وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها، وهكذا. فائدة لا يقوم مجني عليه حتى يبرأ، يعني حتى يتعافى الجرح ليستقر الأرش. قال المعلق الأرش من الجراحات ما ليس له قدر المعلم قدر معلوم، وقيل هو دية الجراحات فلو لم تنقص الجناية حال بر قوم حال بر قوم حال جريان الدم فإنه لم ينقض فإن لم تنقص الجناية حال جريان الدم أو زادته حسنا كقطع سلعة. قال وهي زيادة تحدث في الجسد، سلعة زيادة تحدث في الجسد مثل الغدة. أو ثؤلول، قال حبة مستديرة مشتقة في حجم الحمصة أو دونها تظهر على الجلد. الثؤلول حبة مستديرة مشتقة في حجم الحمصة أو دونها تظهر في الجلد، أو أصبع زائدة فلا شيء فيها، ولكن يعذر أن يؤدب الجاني لتعدي. باب العاقلة وما تحمله. العاقلة العصبة، عاقلة الإنسان عصبته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل قبيلة، وتقدم في كتاب الديات مع ذكر بحوث هناك فلتعاود. وتعريف العاقلة هي من غرم ثلث الدية فأكثر، العاقلة من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره، سموا بذلك لأنهم يعقلون. يقال عقلت فلان إذا أعطيته ديته، وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته. وهذا من محاسن الدين الإسلامي، لأن الخطأ يكثر، فإذا أخذ بالدية أوشك أن تأتي على جميع ماله، ولو سومح لخطئه لأهدر دم المقتول. فأتت الشريعة الكفيلة بمصالح المجتمع البشري بما بمساعدة من لم يتعمد الجناية، وجبر قلوب أولياء المقتول. فيا لها من شريعة ما أعظمها، ويا لها من أحكام ما أتقنها. فالحكم بغير ما أنزل الله زندقة، أي نفاق وإلحاد وظلم للعباد، وجور وفساد، وفساد جرأة على رب العباد. وربك للظالمين بالمرصاد. فكل من أخل بشيء من أحكام الشريعة فعنده من النقص والهمجية والاضطراب والانهيار والتهافت والاختلاف بقدر ما أخل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوله عصبته كلهم، قوله عصبته من النسب، وبه قال الشافعي رحمه الله وأكثر العلماء رحمهم الله، ورجحه ابن حزم رحمه الله في المحلى. وقال أبو حنيفة رحمه الله: أهل ديوان الجاني أولى من العصبة. وقول مالك رحمه الله كقولنا:
إلا أنه يخص بذلك أهل المدينة أو القرية التي فيها الجاني. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا عن الجنين، سقط ميتًا بسبب الضرب في غرَّة عبدٍ أو أمة. دية هذا الجنين الذي سقط ميتًا ديته عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرَّة توفيت، فقضى عليه السلام بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل أي الدية على عصبتها، وفي رواية: وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي عصبتها. متفق عليه. وروى الخمسة رحمهم الله إلا الترمذي رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة أي دية المرأة بين عصبتها من كانوا. قوله: حتى عمودي نسبه، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال: ولا عقل على رقيق وغير المكلف، ولا فقير ولا أنثى، ولا مخالف للدين الجاني، ولا لا عقل أي لا دية على رقيق أي مملوك وغير مكلف أي صغير أو مجنون، ولا فقير ولا أنثى امرأة، ولا مخالف للدين الجاني، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعبد لا يملك شيء، وغير المكلف الصغير أو المجنون كذلك، والفقير لا يقدر، والأنثى كذلك، والمسلم لا يلزم، لا يقتل المسلم بالكافر. قوله: ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا تحمل العاقلة العصبة عمدا محضا أي عمدا خالصا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة. فهذه الأمور لا تتحملها العصبة. دليل ذلك ما رواه الدارقطني والبيهقي رحمهم الله عن عمر رضي الله عنه قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة أي لا تتحمله العصبة. ولكن هذا الخبر فيه انقطاع، يعني سقط من سنده راو فلا يعرف حاله. والمحفوظ أنه من قول عامر الشعبي التابعي رحمه الله، كما قاله البيهقي رحمه الله وابن حزم رحمه الله في المحلى. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعقل عاقل عمدا أي لا تتحمل العصبة العمد، ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك. وحكى البيهقي رحمه الله في سننه أن الفقهاء رحمهم الله من أهل المدينة قالوا بمثل ذلك. قوله: ولا صلحا، ومعناه أن يدعي عليه القتل فينكره، ويصالح المدعي عليه، ويصالح المدعي على مال فلا تحمله العاقلة، لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره. ومن الأدلة على ذلك أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم ذكره، وبه قال الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. قوله: ولا اعترافا، وبه قال الثلاثة، لأنه مال تحمله باختياره
فلا تحمله العاقلة أي العصبة، فلا تحمل العاقلة إلا ما ثبت ببينة أو بإقرار العاقلة. قوله ولا ما دون ثلث الدية، من الأدلة في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة، أي دية المأمومة وهي ثلث الدية. وأخرج البيهقي رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا تعقل العاقلة أي العصبة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدا أي فما زاد. ولكن قال البيهقي رحمه الله المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار رحمهم الله، وبهذا القول قال ما قال الإمام مالك رحمه الله. فوائد: الأولى، اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة الجاني أي على عصبة الجاني، واتفقوا أيضا أنها مؤجلة في 3 سنين دية الخطأ. ودليل التأجيل ما ذكره البيهقي رحمه الله عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وعلى الصحيح من مذهبنا أن شبه العمد تحمله العاقلة، وبه قال كثير من العلماء رحمهم الله. الثانية، ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان ما لا يشق عليه، فيحمل كل إنسان ما لا يشق عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كعصبات فيه ميراث. الثالثة، أن من لا عقل له أي لا دية له أو له وعجزت عن الدية أو بعضها أخذت دفعة واحدة من بيت المال فإن تعذر سقطت. الرابعة، يفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال على الصحيح من المذهب. الخامسة، على اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. فصل: ومن قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة، لقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهذا بإجماع المسلمين إذا كان القتل خطأ فتجب الكفارة. وعلى الصحيح من مذهبنا أنها تجب في شبه العمد أيضا. تنبيه: لا إطعام في كفارة القتل على الصحيح، إما دية وإما عليه الدية وعليه صوم شهرين متتابعين، ليس فيه صيام، ليس فيه إطعام، بل إما دية وعليه أن يكفر عتق رقبة، فإن لم يجد عتق رقبة فصيام شهرين متتابعين، ليس فيه إطعام. لا إطعام في كفارة القتل على الصحيح من المذهب، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لأنه لم يرد في الآية الكريمة للإطعام ذكر، فليس بمشروع ولا يجزئ. قوله أو تسبباً، أن تسبب في قتل نفس كحفر بئر تعدياً ونصب سكين يعني على الطريق وشهادة زور، فهذه الأمور تدخل في قتل الخطأ. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله. أما قتل العمد
فلا تجب به كفارة، لأنه أعظم من كونه تكفره الكفارة. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تتم تجب الكفارة على القاتل سواء كان المقتول مسلما أو كافرا، مضمونا، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا، أو حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. خاتمة أحكام شريعتنا حكيمة، وأهدافها سامية أي عالية، فيجب العمل بأحكامها. فالعمل والحكم بالقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية كفر وإلحاد وظلم وجور. فلا تحفظ الحقوق ولا تحارب الفوضى إلا بتطبيق النبراس السماوي أي الحكم الإلهي. والحكم الإلهي والله ولي التوفيق، فالتشريع ضرورة ولا بد أن يكون من خالق لمخلوق لا من مخلوق لمثله. فالله عز وجل هو الحاكم جل وعلا. باب القسامة. القسامة بفتح القاف وبالضم أجرة القاسم بين الشركاء. القسامة بفتح القاف هي ما يأتي بيانه، وبالضم قسامة بضم القاف أجرة القاسم بين الشركاء، أجرة الذي يقسم المال بين الشركاء. والأصل في مشروعية القسامة حديث سهل ابن أبي حزمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود رضي الله عنهما إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتي بمحيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، يعني الدم يسيل منه وقد قتل، فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيص وحويص ابن مسعود إلى رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن أخو القتيل يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي يتكلم الأكبر، وكان أحدث القوم، أي كان عبد الرحمن صغيرا، فسكت، فتكلم أي حويصة ومحيصة. قال: أتحلفون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ أن تحلفون 50 يمين أن فلان قتل صاحبنا. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ نحن ما رأينا. قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. فاليهود يحلفون 50 يمينا على أنهم لم يقتلوا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ اليهود كفار ما يخافون الله. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته، رواه الجماعة رحمه الله. قال: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، من شروطها اللوث وهي العداوة الظاهرة، يعني إثبات أن بينها أن بين القتيل وبين أولئك عداوة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث أي من غير تهمة من غير عداوة حلف يمينا واحدة وبرئ. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل أي امتنع الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. قوله: فيبدأ بأيمان الرجال،
يعني الذين يحلفون من الرجال، لحديث سهل رضي الله عنه المتقدم. فائدة: يشترط لصحة القسامة 10 شروط، أحدها اللوث، وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، أن يكون ثبت العداوة بين القاتل والمقتول. الثاني: تكليف قاتل بأن يكون بالغًا عاقلًا. الثالث: إمكان القتل منه بأن يكون حاضرًا وقادرًا. الرابع: وصف القتل في الدعوة كأن يقول بسيف أو سكين وفي محل كذا من بدنه. الخامس: طلب جميع الورثة. السادس: اتفاقهم على الدعوة للقتل. السابع: اتفاقهم على القتل. الثامن: اتفاقهم على عين القاتل أن فلان الذي قتل. التاسع: أن يكون فيهم ذكور مكلفون أي بالغون عاقلون. العاشر: كون الدعوة على واحد معين لا أكثر، لقوله عليه السلام: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم. تنبيه: الأدلة في القسامة وردت على أنحاء مختلفة، ومذاهب العلماء رحمهم الله فيها متنوعة، ومن أراد الإحاطة في هذه المسألة فعليه بالكتب المطولة يراجعها، وبالأخص كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله، فإنه وسع المجال وطول النفس ومد الباع وأجاد أن يتكلم كلاما واضحا فأفاد. وكذا المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه الله، أو شرح المهذب في فقه الشافعية رحمه الله تكملة. قال القرطبي رحمه الله: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعي على المدعى عليه، وحكم القسامة أصل في نفسه لتعذر إقامة البينة على القتيل فيها غالبا، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كتاب الحدود: الحد لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثلها. فائدة: الحدود المحددة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 7: الردة، نعوذ بالله، المرتد يقتل، والزنا والقذف فيه، والسرقة وشرب المسكر، وجحود العارية، والمحاربة، هذه الحدود: الردة، نعوذ بالله، والزنا والقذف فيه، والسرقة وشرب المسكر، وجحود العارية، والمحاربة، قطع الطريق وقتل الناس وغصب أموالهم. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، وهذا بالإجماع لما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله، ورواه الترمذي رحمه الله من حديث علي رضوان الله عليه، وقال حسن غريب. ثم قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم رحمهم الله. إلا على البالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. قوله ملتزم أي لأحكام المسلمين، فيخرج الحربي المقاتل والمستأمن، وبه قال الشافعي
ورجحه ابن حزم في المحلى رحمهم الله. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين لما زنيا، رواه البخاري ومسلم وأهل السنن. فإذا تحاكم اليهود إلينا نحكم بشريعة الله. قوله عالم بالتحريم أن يكون عالم بأن هذا شيء محرم، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقوله جل ذكره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم لا حد إلا على من علمه. وقد روى سعيد بن المسيب رحمه الله قال فقال رجل زنيت البارحة، قالوا ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرمه. فكتب عامل عمر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بذلك، فكتب عمر رضي الله عنه إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، أي أقيموا عليه حد، وإن لم يكن يعلم فأعلموه، أي أخبروه، فإن عاد بعدما علم فارجموه. روى القصة عبد الرزاق والبيهقي رحمهم الله، وعامل عمر رضي الله عنه هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. فيقيمه الإمام أو نائبه، أي يقيم الحدود الإمام أو نائب الإمام، لأنه عليه السلام كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده. باب الحدود كفارة، هذا ترجمة للبخاري رحمه الله، وساق شاهدها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أو نائبه، أي فلا يشترط حضور الإمام، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر برجم باعز، أمر برجم ماعز ولم يحضره، يعني بل أناب من يحضر في غير مسجد. الحدود لا تقام في المسجد حتى لا يتلوث المسجد، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، أي القصاص، حتى لا يتلوث المسجد. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص ولا بأس بإسناده. وقد أتي علي رضوان الله عليه بسارق فأخرجه من المسجد وقطع يده، ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق في الحد، يضرب الرجل في الحد وهو قائم، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وعنه قاعدا وفاقا لمالك رحمه الله. من أدلة المذهب قول علي رضي الله عنه لكل موضع من الحد حظ إلا الوجه والفرج. وقال ابن حزم رحمه الله يضرب كيفما تيسر على المرأة والرجل قياما وقعودا بسوط لا جديد ولا خلق. الصوت الذي يضرب به لا يكون جديد ولا يكون قديم، وسط، ولا يمد ولا يربط، أي لا يمد يده عند الضرب. أخرج مالك رحمه الله في الموطأ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن الرجل اعترف بالزنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا، يعني أحسن من هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته
فقال بين هذين، يعني وسط، فأتي بسوط قد لان وركب به فأمر به فجلد. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين، يعني لا شديد ولا خفيف، وسط، وصوت بين صوتين، يعني وسطا، لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع. والخلق بكسر اللام وفتحها أي القديم. ورجح ابن حزم رحمه الله أن الضرب لا يتعين بشيء مخصوص، بل كل شيء يحصل به الردع يكتفى به. قوله: ولا يمد ولا يربط، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، أي لا يمد يده عند الضرب بل وسط، ولا يقيد ولا يجرد من ثيابه. قال في مجمع الزوائد رحمه الله، رواه الطبراني رحمه الله وهو منقطع الإسناد، أي سقط منه راو لا يعرف حاله، وفيه جويبر وهو ضعيف. ولا يجرد، أي لا يخلع عنه الثياب، بل يكون عليه قميص أو قميصان. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه، لا يضرب في الرأس ولا في الوجه والفرج والمقاتل، أي لا يضرب في الفرج ولا يضرب في الأماكن التي تقتل. وجلد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ثبت عليه جريمة، فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك. وقول ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه البيهقي رحمه الله ولفظه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، أي لا يجرد عن ثيابه، ولا مد، أي لا يمد يده عند الضرب، ولا غل، لا يغل يقيد، ولا صفد. قلت: ولا بد أن يكون الأدب تحصل به النكاية بدون إفراط ولا تفريط، فلا يجوز الضرب الذي يؤلم شديدا ويجرح، ولا يكتفى بالضرب البسيط الذي ليس فيه نكاية، بل ضربا وسطا. قوله: ويتقى الوجه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا ضرب أحدكم خادمه فليتقه الوجه، أي لا يضرب الوجه. رواه أبو داود رحمه الله، ورمز له السيوطي بالصحة رحمه الله. والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، لقول علي رضوان الله عليه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائمة، وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب أي المسكر، ثم التعزير التأديب. ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. قوله: فالحق قتله، إذا أقيم على الحد ومات هذا أمر الله، أي فليس بمضمون، لما روى سعيد بن منصور والبيهقي رحمهم الله أن عليا وعمر رضوان الله رضي الله عنهما قال: من مات في حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله، أي هذا حكم الله. قال: ولا يحفر للمرجوم، الزاني المحصن الذي يرجم لا يحفر له. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، ورجم الجهنية، ورجم ماعزاً، ولم يحفر لواحد منهم، يعني يرجم وهو قائم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، الرجل المرأة، ورجم الجهنية، ورجم ماعزاً،
ولم يحفر لواحد منهم. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه لم يحفروا لماعز، وجاء في حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنهم أنهم حفروا له، وعن أحمد رحمه الله أنه يحفر له بشرط أن يكون المرجوم امرأة إذا أقرت على نفسها، كما في قصة الغامدية، فإنه عليه السلام أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب حد الزنا. إذا زنى المحصن، يعني الذي قد تزوج ودخل بزوجته ثم ثبت أنه زنى، إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط في إحداهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة. دليل ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رجم من ثبت عليه الزنا، وفعله الخلفاء رضي الله عنهم بعده، وهذا مجمع عليه بين علماء الأمة رحمهم الله. وقد نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم آية الرجم فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هذه آية في المحصن أنه يرجم، ولكن نسخت تلاوتها وبقي حكمها، كما في المتفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. وعلى الصحيح من المذهب لا يجلد الزاني قبل الرجم، المحصن يرجم ولا يجلد قبل الرجم. وعن أحمد رحمه الله يجلد ثم يرجم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وكثير من شيوخ المذهب كأبي بكر والخراقي والقاضي وأبي الخطاب والشريف أبي جعفر. قوله والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، اتفق الأربعة رحمهم الله على أن شروط الإحصان 5، وهي البلوغ والعقل والحرية وأن يوجد الوطء وأن يكون في نكاح صحيح. قوله وغرب عاما، غير المحصن البكر يجلد 100 ويغرب عام، وبه قال الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب التغريب، بل هو راجع إلى رأي الإمام. وقال مالك رحمه الله يغرب الرجل دون المرأة. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام غرب عاما. وأخرج البخاري رحمه الله عن ابن مسعود والمرأة إذا غربت معها محرم. وأخرج البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك الجماعة أي المرتد، نعوذ بالله. ودليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى لم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه، يعني بكر ما تزوج. رواه البخاري وأحمد رحمهم الله، ولمسلم رحمه الله
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وفي آخر الأمر: المحصن يرجم ولا يجلد. واختار ابن القيم رحمه الله أن المرأة تغرب مع محرمها إن أمكن وإلا فلا. وقوى هذا قول صاحب الإنصاف، وترجم البخاري رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: باب البكران يجلدان وينفيان. وقال في المغني رحمه الله: وقول مالك رحمه الله فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها. تنبيه: البدوي يغرب عن حلته، أي عن قومه، عن حلته وقومه إلى مسافة قصر فأكثر. والرقيق 50 جلدة ولا يغرب. أما المملوك إذا زنى يجلد 50 ولا يغرب، بكرا كان أو ثيبا، ذكرا كان أو أنثى المملوك. وبه قال الثلاثة: لا تغريب لقوله عليه السلام: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ولم يذكر تغريبا. دليل ذلك قوله جل ذكره: فعليهن، أي المملوكات، نصف ما على المحصنات من العذاب، أي 50 جلدة. وروى عبد الله بن أحمد رحمهم الله في المسند عن علي رضوان الله عليه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له، أي مملوكة سوداء زنت، لأجلدها. قال: فوجدتها في دمها، يعني نفست، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها، أي إذا تعافت من دم النفاس، فأجلدها 50 لأنها مملوكة. قال: وحد لوطي كزان، اللوطي حده كالزاني. وقال مالك رحمه الله في الموطأ الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. وقال مالك رحمه الله في الموطأ: وكان عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. وقال البخاري رحمه الله: بل لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. إذا زنت الأمة يجلدها 50 ولا يعيرها. تنبيه: الأمة إذا زنت حدها 50 قبل الإحصان وبعده. وقوى ابن القيم رحمه الله أن جلدها قبل الإحصان تعزير، وبعده حد، أو يقال جلدها بعد الإحصان موكول إلى الإمام، وقبله إلى سيدها. وابن القيم مال إلى الأخير رحمه الله. قوله: وحد لوطي كزان، نعوذ بالله. وعن أحمد رحمه الله: حده الرجم، أي اللوطي الذي يلوط، حده الرجم بكل حال، بكرا كان أو ثيبا. وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما، ومذهب مالك والشافعي رحمهم الله. واختار هذه الرواية الوزير في الإفصاح رحمه الله، وقال هي أظهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. قلت: وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله والشريف أبي جعفر وابن رجب، وقدمه الخرقي رحمهم الله. دليل ذلك عموم ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وصحح ابن القيم رحمه الله إسناد هذا الحديث،
ورواه أيضا النسائي رحمه الله، وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية يرجم، وأخرج ابن ماجه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: ارجموا الأعلى والأسفل، ارجمهما جميعا، أي الفاعل والمفعول به، نعوذ بالله. وروى الترمذي وابن ماجه رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، عياذا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: ملعون من عمل عمل قوم لوط، نعوذ بالله. وقال ابن القيم رحمه الله وقال ابن القصار وشيخنا رحمهم الله: أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتله، أي اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يرمى من شاهق، أي يرمى من مكان عال. وقال علي رضي الله عنه: يهدم عليه حائط، أي جدار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلت: ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية أن الوليد بن عبد الملك قال: لولا أن الله قص علينا قصة قوم لوط لم أصدق أن ذكرا يعلو ذكرا، يعني هذا أمر قبيح لا يعقل، نعوذ بالله من الفتن. وفي الموطأ حدثني مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب رحمه الله عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب رحمه الله: عليه الرجم، أحسن أو لم يحسن. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفة أصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأقم علي ما شئت. فتلا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الآية، رواه مسلم، لأنه لم يزني ولكن قبل ولمس، وإذا تاب تاب الله عليه. الثاني انتفاء الشبهة، أي لا يكون له شبهة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: ادرأوا الحدود بالشبهات، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده.